انطلقت صباح اليوم فعاليات الملتقى الوطني الأول للتراث الثقافي غير المادي، وذلك في متحف البحرين الوطني. ويستمر الملتقى على مدى يومين بحضور أكثر من 70 مشاركا من الخبراء والمهتمين بالتراث الثقافي. تراث غني يحمل بين طياته الكثير من العناصر سيتم تسليط الضوء عليها في فعاليات الملتقى الوطني الأول للتراث الثقافي غير المادي على مدار يومين. نحن سعيدين في هيئة البحرين للثقافة والآثار بانطلاق هذا الملتقى الأول، بانطلاق مبادرة وطنية تتحدث عن هوية البحرين من خلال تراثنا الثقافي الغير مادي. طبعا أفرع هذه التراث الثقافي الغير مادي كثيرة جدا، ومن خلال هذا الملتقى اليوم ويوم غد نتحدث عن عناصر كثيرة، منها الفجري، منها الخيل العربي، منها الطعام الشعبي، منها القصص والحكايات ومواضيع أخرى كثيرة. جميل أن يكون هذا الملتقى مفتوح لمشاركة المعنيين بهذا التراث الغير مادي، ومن خلاله ننطلق بحملة وطنية للتركيز على هذا التراث. جمع من المتخصصين في هذا المجال سيتطرقون وبإسهاب إلى كيفية إدراج عناصر تراث ثقافي بحريني على القائمة التمثيلية لمنظمة اليونسكو، إضافة إلى بحث السجل الوطني للتراث الثقافي غير المادي، حيث ستستعرض الهيئة بدورها آليات الجرد الوطني. هدفنا من إقامة هذا المنتدى تعزيز الهوية حق التراث اللامادي، وللبحرين غنية فيه وتزخر بالعديد من الصفات اللي تميزها عن باقي الدول. إن شاء الله يعني هذه باكورة لكثير من المنتديات القادمة اللي نحاول منها تعزيز الهوية المواطنة البحرينية. الورقة التي قدمتها هي خاصة بالعنصر الوطني، الحكايات الشعبية البحرينية. لا شك أن الحكايات الشعبية البحرينية من أبرز عناصر المأثور الشعبي الشفاهي، إضافة إلى محليتها هي مشترك إنساني عالمي، تتوفر على أهمية ثقافية اجتماعية، بالتالي طبعا هي كبرى، لا توجد جماعة لا تنشئ سردياتها الشعبية الخاصة بها، لذلك السرديات الشعبية بها نعيش، وهي تعد هوية ثقافية في المقام الأول. يأتي هذا الملتقى في ظل تصاعد أهمية زيادة الوعي لدى الباحثين والمهتمين في مجال التراث باتفاقية منظمة اليونسكو لعام 2003، والخاصة بصون التراث الثقافي، حيث صادقت مملكة البحرين على هذه الاتفاقية والتي تعتبر آلية دولية فعالة لصون وترويج التراث الثقافي البحريني كجزء من جهود هيئة الثقافة لاستيفاء التزامات البحرين تجاه الاتفاقيات الدولية لدى اليونسكو. في هذا الملتقى سيتم التركيز على كافة السبل المثلى للحفاظ على التراث البحريني الغير مادي القابل للإدراج على قائمة اليونسكو من خلال العمل على الحفاظ على موروثنا الشعبي وحمايته من الاندثار. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.